منعتوني اروح للست نهى، وعدتوني ان كل واحد منكم هيجي لي يوم يقعد معايا، والاعذار كترت. تعرف يا عمر انا بفكر في ايه؟ فكري في ايه يا عم؟ بفكر اروح اقعد في دار المسنين. ايه؟ ليه؟ هناك يا ابني الناس كلها ظروفها زي بعضها، هنونس بعضينا نتكلم مع بعض بدل ما انا قاعده في الوحده اللي فيها دي. اوعى اسمعك تقولي الكلام ده تاني. انا مش قلت لك اول ما ابدا المشروع بتاعي هاخدك تعيشي معايا؟ قول ان شاء الله يا ابني. ان شاء الله. طب ولما تتجوز هعمل ايه؟ هرجع انا؟ لا طبعا. قصدك اه طبعا. المهم ست نهى عامله حفله بكره ان شاء الله عشان خاطر اخوك طلع من المستشفى بالسلامه. ده الصبح ولا بالليل؟ لا على الغدا. كويس قوي. كويس قوي عشان تلحق تسافر مش كده؟ غيرك يا ست الكل. ميرسي يا حبيبي. انتوا بخير؟ طول ما حضرتك بخير يبقى احنا بخير. تعالي يا حبيبتي. انت لسه مصر يا فوزي؟ غصب عني يا ساره. حاول حاول عشان خاطري انا والولاد. صعب صعب قوي. هتتعود، بس طول ما انت بعيد كده هتفضل زي ما انت. سارة انا بحبك فعلا، عشان كده مش حاضر. وانا بحبك قوي يا فوزي، وعشان خاطري ما تسيبنيش لوحدي. مش قادر اصدق تضحكي عليا انتي وابوكي وخالي معاكم. تمثيليه كبيره انا الوحيد اللي اصدقها، وفي الاخر مش مكفيكوا ده كله، عايزين تقتلوا اخويا وكمان تقتلوني. وكل ده ليه؟ عشان تحموا فلوسكم القذره، فلوس المخدرات والقمار وتجاره الجنس. للدرجات دي ارواحنا رخيصه عندكم؟ عمر بليز. انت طالق. يلا خدوهم من هنا الاثنين دول. عمر get your hands off me. Don't touch me. وانت يا خالي اللي فاكرك كنت هتبقى طوق النجاة اللي يحميني من الغرق في بحر الغربة، تشترك معاهم في التمثيلية بتاعتهم؟ تخدعني؟ طب ليه؟ حد يفهمني ليه؟ عمر أرجوك كفاية. في الآخر تظهر زي نجوم السينما بحجة إن ضميرك صحي وعايز تنقذ ولاد أختك وتضحي بنفسك. تفتكر ان ده ممكن يغفر لك؟ طب ما كمل الاول. ليه اترسمت في خيالي صوره سهله لتحقيق النجاح والثروه؟ ليه؟ ليه ما صرحتليش بحياتك من الاول؟ انت كان عندك استعداد انك تنكدع، ما كنتش محتاج لحد يساعدك. انت جيت ايطاليا وانت مجدوع جاهز، وفاكر ان تحقيق الاحلام بسهوله، حتى الاحلام الغير مشروعه. والصوره اللي في ذهنك عني انت اللي رسمتها لي من قبل حتى ما تشوفني لاول مره. يعني في الاخر طلعت انا الوحيد اللي غلطان؟ لا انا كمان غلطت، ومن زمان قوي دخلت نفس الدوامه. دوامه خدتني لتحت للجريء، وللاسف رفضت الايد الوحيده اللي اتمدت عشان تنشلني من الجرق. عارف كانت ايد مين دي؟ ايد امكم، اختي اصيله. واللي بعمله دلوقتي مجرد محاوله ان انا ارجع لها زي زمان، زي ما اتمنت. فعلا يا خالي
أمنا كانت بتتمنى إنك ترجع علشان تتباهى بيك قدامنا وقدام أهل الحارة، لكن ما لكنش يا خالد. خالكو إبراهيم قدم أكبر خدمة لينا وللبوليس الدولي، تعهد إنه يشهد على ديفيد ويثبت عليه تدبيره واشتراكه في كل الجرائم اللي بترتكبها عصابته. ده غير إن هو ساعدنا في القبض على أفراد العصابة اللي دخلوا البلد وكانوا ناويين إن هم يخربوا اقتصادها. أنا يمكن ما أقدرش أزور أصيل أختي دلوقتي، لأني بقيت شاهد مهم عند الإنتربول، وأصبح بتخاف على حياتي. يا ريت يا عمر تبلغ أختي اللي هي من حقها تتباهى بيا قدامكم وقدام أهل حارتها، ويا ريتك تغير الصورة اللي في ذهنك عني وعن كل اللي كانوا زيي. خلي بالك من نفسك يا خالي. أستاذ أحمد، أنا عارف قد إيه اهتمامك بالقضية دي كبير، وعلشان كده أنا هديلك الخيط اللي تشيل بيه حبل المشنقة عن رقبة سناء. علشان كده أنا جيت لك، كنت متأكد إن الخيط ده عند حضرتك. الأوراق دي بتثبت حالة المستشار جمال الصحية. المستشار جمال ما كانش طبيعي. إيه؟ أنا مش فاهم كلام حضرتك. المستشار جمال كان بيعاني من اضطرابات نفسية وخضع لأكتر من مرة للعلاج في أكتر من مصحة. حاجة غريبة، وإزاي مدام سناء ما عندهاش خبر بالموضوع ده؟ كان بيتحجج بالسفر لحضور مؤتمرات اجتماعات، مفيش مخلوق يعرف المعلومة دي يا أستاذ أحمد إلا أنا. وده هيفيدني في القضية دي. لما هتقرا التقرير هتعرف ان المستشار جمال كانت بتنتاب وحالتها جامده، وفي الحالات ده هي ممكن يعتدي على اي حد قدام منه. التقارير دي تثبت صحه قصه مدام سناء اللي ما كانش حد عايز يصدقها. قصه مدام سناء ايه هي دي؟ انه هجم عليها وحاول يخنقها، فاضطرت انها تدافع عن نفسها، فضربته بالشمعدان على راسه. اعتقد ممكن محكمة النقض تاخد بكلامك ده في الاعتبار وتخفف الحكم عنها، بس بشرط يا استاذ احمد، لازم مدام سناء تقدم اداة الجريمة للمحكمة، والمعمل الجنائي يصدق على كلامها اللي بتقوله. ايوه، بس للاسف مدام سناء اخفت اداة الجريمة لانها كانت عايزة تلزق التهمة في فوزي. طب وبعدين؟ انا ما كنتش مهتم قوي بالبحث عن اداة الجريمة، لأن الكل ما كانش ميال إن يصدق قصة مدام سناء، لكن أعتقد بعد كلام حضرتك إن المسألة محتاجة بحث. ألا مالك يا أصيل؟ أبداً يا أختي، تسلم من كل شر. الأولاد بس اتأخروا شوية. ولا عشان عمر مسافر؟ الكاس داير على الكل يا أصيلة. ربنا يخلي لك سحسام، ما تحرمش من دخلته عليك يا قادر يا كريم. مساء الخير. انت ايه اللي جابك هنا؟ جيت اقابل مدام نهى. عاوز اقولك اني كنت متجوزه حسين. وانا حامل منه دلوقتي. صدقيني يا مدام نهى، انا ممكن احلفلك. اوعي تصدقيها، دي كدابه وعايزه تخرب بيتنا. صدقيني يا مدام نهى، انا حامل منه، ولو عايزه تتاكدي بابا موجود ممكن تساليه. بابا فين عقد الجواز؟ كان عرفي والاستاذ سرقه. انت كدابه. طبعا كدابه. انا مش كدابه، اللي في بطني ده ابن حسام، وانا حرفع عليه قضيه نسب. طب انت عاوزه ايه دلوقتي؟ بدل ما نخش في محاكم ومشاكل يعترف بابنه احسن. انا ماليش ولاد غير ابني ايمن ده. يا ست انت بعيدة عننا، انت غاوية تخرب البيوت لعمرنا. وهو ليه خرب بيتي من غير سبب؟ انا بقولها هو الاخر مرة، لو ما اعترفش بابني انا هرفع عليه قضية نسب. واعتقد بقى ان التحاليل الطبية هتقدر تثبت انك ابو ابني. ها؟ عن اذنكم. طلقني. يا بسبتي. طيب مش يمكن تطلع كدابة؟
الهانم اللي خرجت بعت لسعادتك الورقة دي. فيها ايه الورقة دي يا ست سارة؟ دي فيها تليفون وعنوان البيت اللي هم عايشين فيه. الله يخرب بيتك يا بعيدة. طلقني يا حسام دلوقتي حالا. لا يا نوح، انا ما اقدرش اطلقك. هتطلقني؟ حرام عليك، كفاية بقى كفاية. طولي بالك. اهدي بس يا نوح. محدش يقول لي اهدي. مالكمش دعوة بيا. حرام عليك. ليه تعمل فيا كده؟ بعد ما غفرت لك كل حاجة تعمل فيا كده؟ جاوبني. تخني؟ تخني بعد ده كله؟ طب ازاي؟ قولولي يا ناس ازاي؟ ردوا عليا، حد يقولي ازاي؟ حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك. الو، ايوه يا فوزي، انت اتاخرت ليه؟ حصلت كارثه. هبه جت وقالت لنوها على كل حاجه. دي قالت لها انها حامل من حسام. تعالى بسرعه ما تتاخرش. طب والحل ايه دلوقتي؟ والله ما انا عارف، ولا عارف حتى نوها هتتصرف ازاي. لازم حضرتك تستحملها على قد ما تقدر مهما تعمل، لانها اي حاجه هتعملها يبقى عندها حق فيها. لا، انا المره دي مش هسكت، وحذرته قبل كده. ولاد الناس مش لعبه يا استاذ. ايوه طبعا مش لعبه، بس ولاد الناس والناس نفسهم هم السبب في اللي حصل. يعني ايه؟ يعني ازاي الوالد يوافق على جوازه بالشكل ده وبنته لسه صغيره وشابه وجميله؟ عندك حق، انا شخصيا بعترف ان انا غلطت، وهي كمان غلطت. انا عارفه ان انا غلطانه، وممكن استحمل اي عقاب في الدنيا، لكن ابني ده ذنبه ايه؟ وواحده زي دي يا استاذ تتجوز تاني ازاي؟ تتجوز راجل تاني ازاي ومفيش مستند يثبت ان هي اتجوزت قبل كده؟ ايوه يا جماعه، ما الفضيحه برضه هتحصل لو القضيه اترفعت، ولا ايه رايك يا استاذ؟ لا، مع احترامي يا استاذ فوزي، القضية دي لازم تترفع عشان كل واحد لازم ياخد حقه. يعني مفيش فايدة. كفاية يا ماما، أرجوكي سيبني. سيبني أهين. سيبني عيطت على سنين عمري اللي راحت هدر. يا ماما ما تقوليش كده، ما تحسسنيش إن أنا سبب في كل اللي حصل. لا حبيبي، لا. أبوك هو اللي خاين بطبع. عمره ما كان خاين، طول عمره راجل محترم. طب ممكن يا ماما نتكلم سوا لوحدي؟ أنا مش عايزة أسمع حاجة ولا أنطق بأي كلمة، حرام عليكم. يا نهى، يا نهى اهدي بس واسمعي ابنك، شوفي عايز يقول لك إيه. ده حرام، والله حرام. بس ياسمين بقى، أنا لازم أطلق، لازم. إزاي يعني؟ تخربي بيتك عشان واحدة زي دي؟ ما تخرب خلاص. لا بقى، ما تقوليش كده. احنا رجعوا بيته تاني. عمر اللي راح ما يرجع تاني خالص. انا حاولت قبل كده ارجعه، وجيت على قلبي وكرمتي. راح هناك وضحك علينا كلنا. ارجوك يا ماما، ارجوك اهدي، وعلشان خاطري تعالي نتكلم سوا. انا خلاص يا ابني مش قادر اتكلم، الكلام خلص خلاص يا ناس. مش ناقص كلامك. عملت ايه يا استاذ فوزي؟ طبعا مصر على موضوع القضيه. ممكن ما تفضلش باصص لي كده؟ حاضر يا استاذ حسام. الحقيقه كلنا زعلانين من اللي حصل، بس المهم دلوقتي ان احنا لازم نلاقي حل. واهم حاجه ان مدام نوره ما تعرفش صدق موضوع الجوازه دي. انا يا محذرتك. خلاص بقى يا فوزي. لا مش خلاص، ده لسه ولسه كتير قوي 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 كمان. اما انت مش قد الحكايه دي، عملتها ليه؟ ودي مش عيب راجل محترم زيك يهرب
ويسرق عقد الجواز. اهو ربنا سبحانه وتعالى بعت لك عيل من عنده عشان تتأدب. عملت كده ليه؟ لاني شفتها في موقف لو اي حد فيكم شاف مراته فيه ما كانش طلعها وبس، ده كان قتلها كمان. وبعدين انا كل اللي انا عملته ده عملته لاني كنت متصور اني لما اخبي الحكايه دي حياتي الاولانيه هترجع تاني زي ما كانت. طيب حضرتك ناوي تعمل ايه في موضوع الطفل؟ اكيد مش ابني. المهم دلوقتي نحاول نهدي مدام نهى ونشيل موضوع الطلاق ده من دماغها خالص. ايوه بس المساله بقت صعبه جدا، خصوصا ان البنت دي بعتت لها العنوان علشان تاكد كلامها. ايوه هبه وابوها مصرين على حكايه التحاليل دي لاثبات النسب. معنى كده ان بقى في قضيه. طبعا متاكدين من نتيجتها. يبقى انا رايي بقى ان الاستاذ حسام يبعد عن البيت اليومين دول خالص. انا متهيالي ان هو يسافر احسن. لا 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 ما يسيبش القاهره ابدا دلوقتي. لا دي تبقى هزيمه يا امي. ازاي تسيب واحده زي دي تاخد منك جوزك، تاخد شبابك وشقاكي معاه العمر كله عالجاهز كده؟ هي لسه هتاخد، خدت خلاص. لا لسه، لانه معانا ومش عايز يبقى معاه، والدليل على كده انها جت هنا عشان تفركش كل اللي هو بيحاول يلمه. يعني حصل؟ حتى لو حصل لكنه هرب منه وبينكره قدامنا كلنا، يعني كان في الضلم. وهو جاله اللي هيخليه في النور، اخوك اللي هيجيبه لك ابوك. لا انا مش مصدق الموضوع ده، انا حاسس ان هو بس مساله ضغط عليه. لكن مصدق انه متجوزه مش كده يا ماما؟ ايمن بلاش كلام، الموضوع ده بالنسبه لي انتهى خلاص. انا مش هقدر اعيش مع ابوك بعد كده، فاهم؟ مش هقدر، انا لازم اتطلق، لازم اتطلق. وانا مش موافق يا ام. لكن انا مصره. وهو مش هيرضى. كفايه بقى، كفايه، حرام عليكم، كفايه كفايه. انا تعبت، انا خلاص مش عايزه اشوفه، مش عايزه اسمع صوته. انا هموت، هموت يا ناس، هموت. خلاص خلاص يا ماما، اهدي اهدي يا ماما ارجوكي. ايمن يا حبيبي لو بتحبني خليه يطلقني. حاضر حاضر يا ماما، بس ارجوكي بلاش عياط. غصب عني غصب عني. طب واخرتها؟ يا ريتني اعرف، يا ريتني. أرجوك يعني سيبني لوحدي، سيبني لوحدي. مش هقدر يا ماما. أرجوك يا أيمن سيبني لوحدي يا ابني، عشان خاطري، عشان خاطري عايزة أقعد لوحدي. حاضر حاضر حاضر. ماما ايه؟ زي ما هي. الله يكون في عونها. الله يحرق قلبك يا هبه يا بنت حواء وادم زي ما حرقت قلبها كده. هي مالها يا دادا؟ العيب على انكل حسين. هي اللي جريت وراه برضه ياسمين. يا اختي وانهي جري؟ دي فضلت تحرجم ورا الراجل زي الحربايه لغايه لما لطشته. يلا يا ساره. وهنسيب نهى؟ هتجي لها الصبح. حاضر. تصبحوا على خير. وانتي من اهل؟ امال ولادي فين؟ روحوا. ما هو عارفين انك انت مش ممكن هتسيبيها في الظروف دي. اه طبعا مش ممكن اسيبها. تصبحوا على خير. وانت من اهل؟ بتصيلة ممكن حضرتك تطلعي تقعدي مع ماما شويه؟ حاضر يا ابني، عينيا الاثنين. وانت ياسمين ما تطلع تبصي على عادل. حاضر. ايه يا بابا حضرتك هتفضل واقف كده؟ ما تتفضل تستريح.
ترى حضرتك ناوي تتصرف ازاي مع ماما؟ عايز نتصرف ازاي؟ والله مش عارف، بس متهيألي يعني ان اكيد حضرتك لازم تتصرف. مشكلة زي دي انا ما اقدرش احلها. انا عارف ان حضرتك حر في تصرفاتك، ومهما كانت نتائج تصرفاتك دي يا بابا برضو حضرتك هتفضل والدي الكبير في نظري ومثلي الاعلى. عارف اني مش من حقي الوم حضرتك او احاسبك، لكن افتكر من حقي ان اسال حضرتك امي قصرت في ايه عشان يحصل لها ده كله. يا بابا لو ماما غلطت في حق حضرتك يا ريت تقول عشان نقول لها غلطتها فين ونصلح غلطتها. تفتكر يا بابا انا ممكن اعيش معاكم وفي بينكم شرخ ولا وصغير بيبعدكم عن بعض؟ تهيألي حضرتك عارف كويس ان ماما اكتر واحدة في الدنيا دي بتحبك وبتخاف عليك وبتحترمك. فاكر يا بابا؟ فاكر لما حضرتك تعبت ورقدت وما بقتش قادر تقوم من السرير وهي سهرت جنبك طول الليل تصلي وتدعي لك في كل ركعة ان ربنا يشفيك؟ فاكر ولا خلاص الحاجات دي نسيتها؟ فاكر كل حاجة. انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اسأل حضرتك سؤال واحد بس، ده لو ليا ان اسأل. ليه حضرتك عملت كده في ماما وفي حياتك وفي حياتنا كلنا؟ يا ابني انا انت ايه يا بابا؟ انت ايه؟ انا مش مصدق نفسي. انا نفسي اعرف سبب واحد يخلي حضرتك تتجوز بنت في سني. ليه تهد بيتك اللي عشت عمرك كله تبني فيه؟ بس يا ايمن بس كفايه بقى. انا عارف اني غلطت. يبقى لازم حضرتك تحاول تاني مع ماما، ولو رفضت تستحملها لانه حقها. ابعد عني، اوعى تقرب مني، اوعى. لازم نتكلم مع بعض. مش قادرة اسمع صوتك، مش قادرة. اهدي علشان نعرف نتفاهم. مفيش أي تفاهم بيني وبينك. ازاي؟ ده انت مراتي. بقول لك اخرج وسيبني، مش قادرة اشوفك، مش قادرة. لازم نتكلم مع بعض. ابعد عني، ابعد عني. وبعدين يا بنت الناس؟ طلقني، طلقني، مش قادرة اعيش معاك. انا ما اقدرش استغنى عنك. كفاية، كفاية بقى كذب وخداع، كفاية. عايز تاخد ايه اكتر من اللي خدته؟ اكتر من اللي خدته؟ انا خدت ايه؟ خدت ايه؟ شبابي، خدت كل الحب اللي في قلبي وحطيت مكانه الكرب، خدت الامان، خدت السعاده، خدت كل حاجه حلوه في حياتي. تحب اقول لك خدت ايه كمان؟ تحب؟ وعشان كل اللي انا اخدته ده جيت لحد عندك علشان اسدد ديني. بإيه يا ترى؟ بأي حاجة تطلبيها. خرجني من سجنك الضلمة، طلقني. ما أقدرش. تبقى ناوي على موتي. ما أقدرش أعيش بعدك. وأنا ما أقدرش أعيش معاك. هنحاول سوا. إديني فرصة. إديتك كتير. آخر مرة. يا ريت، يا ريت أقدر.
هتقدري وانت معايا. انت كنت معايا. انا كنت معاكي وهفضل معاكي لحد ما اموت. انت ازاي؟ ازاي بتعرف تعمل كده؟ هعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تمثل علينا احنا الاتنين، تيجي تقول لي كلام وتروح لها وتقول لها انت الدنيا والجنه معاكي. دي بنت كدابه. انت اللي كداب وغشاش يا نهى. دي اوعى تنطق اسمي على لسانك، فاهم؟ انا بكرهك بكرهك، مش عايش معاك. طلعني يا اخي طلعني، مش عايش معاك مش عايش معاك، فاهم؟ انا سايبه لك البيت، مش عايش معاك مش عايش معاك. راحت فين بس؟ لا عندي طنط سهرة ولا عندي أي حد من صحبتها. يا رب يجيب العواقب سليمة. أهي جت أهي. كنت فين يا ست روح؟ خبطتيني عليكي. كنت فين يا ماما؟ كنت في بيت أبوك التاني يا أستاذ. ما انا كبرت خلاص. أصيلة، نعم، تقبل ان انا اجي اعيش عندك؟ يا اختي في عينيا الاثنين، بس هتنوري بيتي وتضلمي بيتك. لا يا نهى، انا اللي هسيب البيت. انا مش هعيش في بيتك دقيقة واحدة بعد كده. خلاص تعالي عندنا. لا لا. خلاص يا ياسمين، اللي حضرتك تشوفيه ماما اعمليه، شوفي انت عايزة تروحي فين وانا نفسي هوصلك. انا هروح بعربيتي. اللي حضرتك تشوفيه. يلا يا أصيلة. اصبري بس شويه. يلا نوضب الشغل. طب استني بس. هتيجي معايا ولا انا هروح لوحدي؟ لا انا جاي معاك. يلا. حاضر. البيت اتخرب خلاص. تفتكر ان نهى هترجع لحسام؟ صعب دلوقتي. ولا بعدين. طالما الحكايه دخلت في محاكم ونسب وطفل يبقى اتعقدت اكتر. وده هيأثر على سمعته وسمعة ابنه أيمن. بقولك يا سارة، حسام شاكك في إن اللي جاي ده يبقى ابنه. إيه؟ وهيتهمها بالخيانة وهي اللي هتتفضح. ولو ثبت العكس، هترفع عليه قضية رد شرف ويمكن تحبسه. والله ما أنا عارف يا حسام، إيه بس لازم ده كله؟ وقلبي يتهم نهى إن هي السبب وإنها أهملته، ده كلام فارغ. شوف يا سارة، بصراحة بقى الراجل ده بيبقى زي الطفل لما يحس ان مراته يعني بتفضل عليه اي حد تاني، حتى لو كان الحد ده ابنه. ده بيخليه يعني بيخليه ايه بس يا فوزي؟ ده ابنه وكان في كارثة. لا 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 لا، دي حاجة كفارغة. بسم الله الرحيم. يا الف اهلا وسهلا، اتفضلي يا حبيبتي، حطها هنا يا سنة. حاضر. خد الباب وراه. تقول لنا اي خدمه تاني؟ متشكره قوي، كتر خير. السلام عليكم. مع السلامه. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي ارتاحي. اتفضلي. ها اخش احط لك لقمه تاكليها بقى؟ لا معلش يا اصيله، ماليش نفس. وبعدين معاكي بقى واخرتها؟ صدقيني ماليش نفس. طب اعمل لك كوبايه شاي وبسكوته. لا لا يا اصيله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا
انا كست في حاجه ناقصه يا اختي. ما شاء الله كامله ما كمل الا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. الصلاه والسلام. بس يمكن اكون كبرت. يا اختي كبرتي ده ايه؟ بتجيبي الكلام ده منين؟ انت لسه في عز شبابك. هي بس اللي تتدب في عينها رصاصه فضلت تتحنجل وتتدنجل لما لطشت الراجل. ما في ستات كده بتبقى قاعده للسقطه واللقطه. طيب انا غلطت معاها. ما كلنا بنغلط. يعني غلطت؟ انت ما غلطتيش، انت بس سوها عليكي. كانت هي دخلت وتمكنت. قلت لك ما تسيبيش جوزك زعلان منك. ما صدقتنيش. البلاوي كلها ما بتجيش الا من اصناف اللي زي دي. للدرجه دي؟ واكتر من درجاتي. صدقتي بيني بالله انتوا خدتوا عين. بيتكوا ده ما كانش بيخلى من الضحك والهزار والفرفشه والحب. استغفر الله العظيم يا رب. مش هقدر اعيش معاها بعد كده. تعبت. خلاص. الحياه بينا انتهت لحد كده. ويهون عليكي. زي ما انا هونت عليه. انا سامحته كتير قبل كده يا اصيل. ودي كانت غلطتي. انا افتكر ان المساله دايما سهل. يا حسام مش قادره اصدق. مش قادره. طب اقول لك ايه، خش 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 غيري هدومك ومديدي على السرير وبطلي تفكير. يلا يلا. فاهم. نكتب رسمي الاول بعد الفضيحه اللي فضحتها لي في بيتي. حذرتك. انت عايزه مني ايه يا هبه؟ انا مش عايزه منك حاجه. انت اللي كلمتني وقلت لي انا عايزك. انت ليه عملت معايا كده؟ ليه خربت بيتي زي ما انت كمان خربت حياتي كلها؟ سيبك من الكلام ده بقى يا حسام. اقسم لك بالله انا ما خنتك. طيب يا ستي بصدقك. بجد؟ اه بجد. قولي لي بقى تاخدي كام وتنزلي؟ انزل؟ انزل ايه؟ تنزل اللي في بطنك لو انت صحيح حامل. انت ايه يا اخي؟ مفيش عندك انسانيه خالص كده؟ يا خسرت كل الحب اللي انا حبيته. إذا كنت بتحبيني قوي كده يبقى المفروض تضحي علشاني. أضحي بمين؟ بابني اللي جاي ومستقبله؟ ولا باسمي وسمعتي؟ وأضحي عشان خاطر مين؟ عشان خاطر واحد زيك؟ الإنسانية والأخلاق مش موجودين في قاموس حياته. آسفة يا أستاذ حسام. أنا ضحيت بما فيه الكفاية. جاي عليك أنت الدور بقى علشان تضحي. أضحي بيه أكتر من اللي راح مني؟ أنت ما راحش منك حاجة. انت زي ما انت. ابنك في حضنك ومكتوب على اسمك ومراتك كمان جنبك. تطلق ما تطلقش، كل ده مش هيهز هزه واحده من عرشك الكبير. لكن بقى لما كل ده يروح منك ساعتها بس هتبقى ضحيت. وانت بقى اللي هتخلي ده كله يروح مني. وهيروح يا حسين. وبكره تشوف لما استردت حقي منك ولما تعترف بابني غصب عنك. بقى جاي تقولي تاخدي كام وتنزلي؟ اخس عليك. ده انت لو بتحس كنت المفروض تحتقر نفسك. عن اذنك يا استاذ. لو التحاليل طلعت صحيحه بعد الولاده طبعا تقدر تكسب قضيه النسب، لان المساله دي مساله سهله جدا. ده غير ان الجواز بشهاده الشهود. طب ولو التحاليل طلعت غلط؟
ساعتها بقى نقدر نرفع عليها قضية تشويه سمعة ونطالبها بتعويض كبير قوي. طيب لو شكك في النسب قبل التحاليل وقبل الولادة، ايه اللي ممكن يحصل؟ لا ساعتها وبعد إثبات النسب هي تقدر ترفع قضية سب وقذف على الأستاذ حسين. زي ما قالت سارة بالظبط. الحكاية كلها متعلقة بالولادة؟ طبعا يا أستاذ حسين. يبقى لسه بدري قوي. اللي يمليه عليك ضميرك. والدتك اتصرف معاها ازاي؟ الايام كفيلة. والدتك سايبة الفيلا بقالها اكتر من اسبوع، مش عايزة ترجع الا لما انا اسيب الفيلا وامشي. طب ايه رأي حضرتك لو نروح لها بكرة؟ مش هترضى يا ابني. نحاول ان شاء الله هترضى وترجع معانا. حاضر حاضر يا ايمن. احنا قلنا ايه يا بابا؟ نستحمل لحد ما الازمه دي تمر. صدقني ما عادش عندي امل. الصبر الصبر يا بابا. برضو اللي حصل من شويه لازم تعذرها. عسرها ستانه. انا كاري نفسي وكرهت كل اللي عملته. معلش معلش يا بابا. ان شاء الله كل حاجه هتتحل وترجع زي ما كانت واكتر. واخرتها يا نهى الطلاق. تسلمي يا اصيله. تسلمي يا حبيبتي. عرفانه وشفا. انتي عارفة ومتأكدة انه حسام لا يمكن يطلقك. هرفع عليه قضية خلع. معقولة يا ست نهى بعد العشرة دي كلها هتقفي قدامه في المحاكم؟ وبعدين خلاص يا ستي، هو غلط وحسب غلطته. يدفع الثمن بقى ولا انا مفروض دايما ادفع الثمن؟ طب فكري في ايمن. ايمن خلاص كبر وبقى راجل وما بقاش محتاجني انا وابوه سوا. ومين قالك كده؟ ايمن هيفضل طول عمره محتاج وجودكوا سوا. وانا أنا حقي يروح فيه، مرة عشان أنا عشرة ومرة عشان ابني. أنا سامحته كتير يا أصيل وانت عارفة كده كويس، لكن خلاص مش قادرة. تعبت من الخيانة. بس يا أختي هدي نفسك، كل ده على أعصابك. بس 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 لو انت مكاني وحصل لك كده كنتش هتقولي غلطة وتسكتي؟ ردي عليا. انت سبت جوزك ابو ولادك عشان ايه؟ مش عشان كده. تعالي يا اختي تعالي تعالي هبط اعصابك. تعالي تعالي اقعدي. طيب بس هبط اعصابك هبط اعصابك. جرح المرة دي كبير قوي يا سارة. ده جواز وطفل جاي. لا مش هقدر اقول نزوة وتعدي. لو كنت غلطت في حقه كنت عذرته. يا حبيبتي انا عذراكي وحاسه باللي جواكي، بس انت لو رفعتي قضية خلع مش هتكسبيه. ليه؟ عشان ما عندكيش اثبات انه اتجوز. هو عمل حساب اليوم ده وخد ورق الجواز منها. إذا كان كلامه مظبوط يعني. هي مش هتسكت وهترفع قضية نسب، وأنا واثقة إنها هتكسبها لأن هي دي الحقيقة. طب وماله؟ الجواز محلله ربنا للراجل. الاتنين وتلاتة وأربعة، وبعدين هو سابها. يعني القضية خسرانة خسرانة.
حتى لو ما طلقش انا مش هعيش معاه بعد كده ابدا. يبقى يطلبني بقى ببيت الطاعه. يا ست نوها احنا نسيبه يتعذب لوحده شويه وبعدين. مفيش بعدين، خلاص 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 يا اصيله. احنا ما ينفعش نتكلم معاها دلوقتي، هنتكلم معاها لما تهدى. يا ناس انا بقالي هنا اكتر من اسبوع، وحتى لو قعدت سنه انا مش هغير رايي، فاهمين؟ وقفلوا بقى على الموضوع ده، والا والله العظيم هسيب البيت هنا وامشي. وحيد الله يا اختي تمشي فين؟ ده مش هلكيش الارض تشيلك راسي من فوق، هو انا ذنبي ايه بس؟ هدى اعصابك خلاص يا ست ساره، مش وقته. ولعلمك بقى ان اللي انت شايفاها قدامك دي لو عرفت بس ان حسام تعبان ولا عيان ولا عنده مشكله كبيره، اول واحده هتجري له. ده بيتهيألك. ده بيتهيألك انت. انا مع الست ساره، عندها حق، عشره برضه هتون عليكي. ايوه العشره اللي صانها، مش كده؟ خلاص هنقفل على الموضوع ده دلوقتي يا اصيله. بقول لك ايه، انت من يوم ما جيتي هنا ما خرجتيش تشمي شويه هوا، تعالي نخرج نتفسح سوا شويه. يلا قومي غيري جو، يلا تمشي معانا شويه. يلا يا اختي وحيد الله.